طبيبا في الأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى كل من سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله نبراس الهدى، هذا لكل العالمين رسول، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، من آدم جئنا ومن حواء، الرحمة أجمل ما فينا، نعطف ونحب ونشتاق تتشابه جل أمانينا. للخير نميل بفطرتنا، للخير نميل بفطرتنا، للقيم هدانا بارينا، كنا رجلا صرنا أمما نرقى برقي مبادينا. بعدل الله، بعدل الله نقيم حياة لحاضرنا وآتينا، بنو حواء معا شركاء على قيم النبيين. قيم كبرى لما نعليها تعلينا، قيم واحدة تجمعنا، رب الكون بها أوصانا. نتعايش بالعدل سويا مهما نتباين ألوانا، لا يعدم قوتا أفقرنا، لا يقهر نفسا أقوانا. فتعالوا نملأ عالمنا أخلاقا بذلا إتقانا، فتعالوا فتعالوا نملأ عالمنا أخلاقا بذلا إتقانا. بعدل الله نقيم حياة لحاضرنا وآتينا، بنو حواء معا شركاء على قيم النبيين. كالشمس تعيش ضمائرنا ونحب الفرحة لسوانا، نتسابق والأكرم فينا إنسان يبني الإنسان، إنسان يبني الإنسان. حياكم الله جميعا. نبدأ الآن بالتعارف. أخوكم في الله أحمد محمد عبد الجواد من المنصورة، جمهورية مصر العربية، داعية إسلامي ومدرب تنمية بشرية. غايتي أن يعرف كل واحد منا غايته، وأن يضع قدمه على الطريق الصحيح. الله غايتنا، وهل من غاية أسمى وأغلى من رضا الرحمن؟ وزعيم دعوتنا الرسول، وما لنا غير الرسول محمد من ثاني. دستورنا القرآن وهو منزل، والعدل كل العدل في القرآن، والعدل كل العدل في القرآن. أحبائي الكرام، لنردد جميعا هذا الدعاء: رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وعليكم السلام أستاذة فاطمة. أحبائي، من منكم يعرف أو من منكم موقن أننا الآن في مجلس ذكر لله عز وجل؟ من منكم موقن أننا الآن في مجلس ذكر لله عز وجل؟ نريد أولا أن نجدد نوايانا حتى تكتب لنا كل دقيقة عند الله عز وجل أننا جلسنا في مجلس ذكر لله عز وجل. وتذكروا أن الله قال في كتابه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. كلنا نريد أن نرتفع، وكلنا نريد أن نكون الأفضل، وكلنا نريد أن نكون الأحسن، ولا سبيل لذلك إلا بالعلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما ومتعلما. ما أجمل هذا الفضل، وما أجمل هذا الشرف. إنه لكم أنتم، لكم أنتم يا من تبحثون عن العلم،
لكم أنتم يا من تسيرون في طريق العلم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لكم أنتم يا من تسيرون في طريق الله عز وجل، ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقيمة كل امرئ ما كان يحسنه، وللرجال على الأفعال أسماء، وضد كل امرئ ما كان يجهله، والجاهلون لأهل العلم أعداء، فخذ بعلم تعش حيا به أبدا، فخذ بعلم تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. أنتم الأحياء، نعم والله أنتم الأحياء، يا من تبحثون عن العلم ويا من تبحثون عن رضا الله عز وجل، لكم تحياتي جميعا. الآن وقبل أن نبدأ، لماذا حضرتم هذه الدورة؟ أو لماذا جئتم لحضور هذه الدورة؟ أحبائي، أريد كل واحد منكم أن يكتب لماذا جاء إلى هذه الدورة؟ تعلمون لماذا سألتكم هذا السؤال؟ دائما في المسجد أو في أي دورة أو في أي محاضرة أو في أي مكان يذهب اثنان، الأول يستفيد والآخر يخرج بلا شيء. مثلا محاضرة عن الإدمان، يدخل إليها اثنان مدمنان، فيخرج الأول وقد عزم على التوبة وعلى ترك الإدمان لتغيير نفسه وفعلا يتغير، ويخرج الثاني وكأن شيئا لم يحدث. تعلمون لماذا؟ لأن الأول دخل وقد حدد نيته، أما الثاني فقد دخل كمالة عدد، أما الثاني فلم تكن لديه النية للتغيير أصلا، أما الثاني فلم يكن يعرف ما هدفه من هذه المحاضرة، أما الثاني فلم يكن يهتم بهذا الأمر، هو دخل للجلوس فقط. هكذا يكون الناجحون. لماذا اخترت هذا العنوان؟ ولماذا دائما نهتم بالنجاح؟ لماذا يهتم الجميع بالنجاح؟ ولماذا يبحث الجميع عن النجاح؟ أحبائي شاركوني، لماذا نبحث عن النجاح؟ لتحقيق هدف، نعم، لتحقيق هدفنا الأسمى في الحياة، نعم، أحسنت أستاذ علي، نعم، هو الهدف المنشود لكل إنسان، أخونا المدرب، ليخدم من حوله، رائع أستاذ إيمان، النجاح يعتبر إنجاح وتحقيق للذات، أحسنت أستاذ نور، نعم، نتحدث عن القدوات لإعطاء طعم جديد للحياة، نعم، أحسنتم جميعا وبارك الله فيكم، وأبشركم من الآن أنكم فعلا ناجحون. فمجرد حضوركم ومجرد بحثكم عن النجاح هذا في حد ذاته نجاح، ومجرد سعيكم للخير هذا في حد ذاته خير. قال ربنا سبحانه وتعالى: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. لو وجد الله عز وجل الخير في قلوبنا لآتانا الخير، لو وجدنا الله عز وجل نبحث عن النجاح لوفقنا للنجاح، لو وجدنا الله عز وجل صادقين في طلبنا للنجاح لوفقنا للنجاح. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذا نويت الخير ستحصل على الخير. ولذلك يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: انوي الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير، انوي الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير، انوي النجاح فإنك لا تزال ناجحا ما نويت النجاح، انوي التفوق فإنك لا تزال متفوقا ما ابتغيت التفوق. أسأل الله عز وجل أن يبارك في نيتك أستاذ سفيان. أقول بالله التوفيق، اخترت هذا العنوان ليكون عنوانا ومفتتحا لتلك الدورة المميزة التي لا غنى لأي إنسان عنها. لماذا؟ إنها مصباح يضيء طريق النجاح لكل من أراد الوصول، إنها مصباح يضيء طريق النجاح لكل من أراد القمة، لكل من أراد أن يكون عظيما، عظيما بأفعاله لا بأقواله. فالمتكلمون بالملايين بل بالمليارات، ولكن الذين يصلون للنجاح لا يتجاوزون الآلاف بل ربما المئات. إليكم هذه الكلمات، إليكم هذه القصص، إليكم هذه الحكم التي جمعتها من قراءاتي وتجاربي، إليكم هذه الحكم التي وجدت أنها ستكون بإذن الله عز وجل شمعة أو مصباحا في طريقكم للنجاح.
محاورنا بإذن الله عز وجل. محاور الدورة، المحور الأول لماذا النجاح؟ المحور الثاني ما هو النجاح؟ المحور الثالث الشخصية الناجحة كيف تكون؟ ونتحدث فيه على أهم صفات الشخصية الناجحة. المحور الرابع معوقات النجاح. المحور الخامس كلمات تحفزك للنجاح أو تدفعك إلى النجاح. لماذا النجاح؟ الإجابة بكل بساطة لأن النجاح هو المطلب الأساسي لكل البشر، الصغير والكبير، الغني والفقير، الذكر والأنثى، جميع الناس يطلبون النجاح، ولكن للأسف قليل هم الذين يصلون، قليل هم الذين يكتب لهم النجاح والتفوق، قليل هم الذين يصلون إلى القمة، قليل هم الذين يصمدون أمام العقبات، على حد قول القائل وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. ولكن لماذا لا ينجح الكثيرون؟ شاركوني أحبائي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لماذا لا ينجح الكثيرون؟ لأن الهدف ليس من الداخل. جميل، وجود معوقات رائع، عدم وجود هدف وخطة رائع، لأنهم غير جادين في سعيهم. نعم، لم يحددوا هدفهم بدقة لغياب الحافز، يفتقدون الهمة. رائع، لا توجد عزيمة. نعم، لأنهم لا يتبعون الخطوات اللازمة للنجاح، كأن لا يكن لهم هدف، ليس عندهم صبر. نعم، أحسنتي أستاذة مروة، أحسنتم جميعا. عدم المثابرة، رائع أخونا المدرب. الرؤية غير واضحة، جميل، أحسنتم وبارك الله فيكم جميعا. كلها إجابات تصب في عين المضمون. يرجع عدم نجاح الكثيرين لعدة أسباب. السبب الأول، إما أن هذا الشخص لم يكن صادقا في طلبه للنجاح، يعني لم يكن مخلصا في نيته، لم تكن عنده النية الصادقة لتحقيق النجاح. هو يقول بلسانه أنه يريد أن ينجح، ولكن قلبه وعقله لا يوافق لسانه. أما السبب الثاني، ربما لأنه لم يسلك الطريق الصحيح للنجاح. أشكرك أستاذ نور. السبب الثاني، ربما لم يسلك الطريق الصحيح للنجاح، فربما يريد الواحد منا أن ينجح وتكون نيته صادقة، ولكنه يسير في الطريق الخاطئ، ولكنه يسير في طريق الفشل بدل أن يسير في طريق النجاح. نعم، عدم الإيمان بإمكانيات، أحسنت أخونا، وإما أنه لم يستخدم إمكانياته بشكل صحيح. يعني الله عز وجل أعطاه قدرات وأعطاه مواهب، وهو يستخدمها في طريق الخاطئ، لا يستخدمها في الطريق الصحيح. وإما أنه استسلم أمام العقبات والتحدي. ربما يكون صادقا في طلبه وسلك الطريق الصحيح واستخدم إمكانياته بشكل صحيح، ولكنه استسلم أمام أول عقبة، ولكنه توقف أمام أول تحدي، ولكنه استسلم أمام التحدي الحقيقي. إذن هذه هي الأسباب التي تؤدي إلى عدم نجاح البعض منا. أحبائي، أخواني وأخواتي، يجهز كل واحد منا نفسه، ولنبدأ الآن ولنغير أنفسنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا أردت أن يغير الله المجتمع، نعم أستاذ سفيان، يقولون كل الطرق تؤدي إلى روما، ولكن روما لا ينعم بعيشها إلا من ملك تأشيرة الدخول، ونحن نقول كل طرق الخير تؤدي إلى الجنة. إذا أردنا، أشكرك أستاذ نور، إذا أردنا أن يغير الله المجتمع من حولنا، إذا أردنا أن يتغير الكون من حولنا، إذا أردنا أن تكون حياتنا أفضل، فلنعزم على التغيير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كفكف دموعك، ليس ينفعك البكاء ولا العويل، واسلك بهمتك السبيل، ولا تقل كيف السبيل، ما ضل ذو أمل سعى يوما وحكمته الدليل، كلا ولا خاب امرؤ يوما ومقصده نبيل. نعم، ما خاب من كان مقصده النجاح، ما خاب من نوى أن ينجح،
نعم، حركة الإنسان هي سر التغيير. رائع. جاء في كتاب عش عظيما، وأنصحكم جميعا بقراءة هذا الكتاب. هذا الكتاب من تأليف أخونا كريم الشبلي، الكتاب اسمه عش عظيما وانصر قضيتك. جاء فيه نبدأ حياتنا بصرخة، نبدأ حياتنا بصرخة، جميعنا نعلن ومن اللحظة الأولى عن وجودنا، نرفع أصواتنا بأعلى ما نملك، نشق بصوتنا الحاد مسامع أذن مستبشرة، فتتلقفنا الأيدي بالحب والبهجة، وبعد أعوام طالت أم قصرت تودعنا أكف أخرى. الكتاب بعنوان عش عظيما وانصر قضيتك. هذا الكتاب فعلا للعظماء فقط، لم يفوتك الكثير أخي. الكتاب اسمه عش عظيما وانصر قضيتك لكريم الشاذلي. العفو، عش عظيما وانصر قضيتك بالصاد وليس بالشين، وانصر قضيتك. العفو. إذن قال جميعنا نعلن ومن اللحظة الأولى عن وجودنا، نرفع أصواتنا بأعلى ما نملك، نشق بصوتنا الحاد مسامع أذن مستبشرة، فتتلقفنا الأيدي بالحب والبهجة، وبعد أعوام طالت أم قصرت تودعنا أكف أخرى إلى مثوى أخير. المؤلف هنا يبين أننا جميعا عند مجيئنا للدنيا نبدأ الحياة بصرخة، والجميع يتلقون بالحب والاستبشار. جزاكم الله خيرا الأستاذ سفيان. الأستاذ سفيان نشر لكم رابط تحميل الكتاب. إذا نقول جميعنا يتلقانا أقاربنا عندما نولد بالحب والبهجة، وبعد أعوام طالت هذه الأعوام أم قصرت، عشنا كثيرا أم قليلا، يودعنا أهلنا وأحبابنا وأقاربنا إلى مثوانا الأخير. يقول المؤلف يكون الصمت عنوانا للمشهد آنذاك، صوتنا ليس له أي وجود، سكون سكون حزين وبعض دمعات وتمتمات بدعاء بالمغفرة، ثم ينتهي كل شيء. منا من ينسى، ومنا من يذكر بين الأحبة والأصدقاء فقط، ومنا من تثير ذكراه الحنق وتستدعي اللعنات، يعني منا من إذا ذكر في الدنيا كره الناس سيرته، ويتبقى صنف آخر. هل تعلمون ما هو هذا الصنف الذي تبقى؟ ذلك الذي لا يموت. هذا الصنف هم الأشخاص الذين لا يموتون حتى ولو ماتت أجسادهم. لماذا؟ حيث الأعمال العظيمة تنافح عنه وتعلي من سيرته وتذكر الناس جميعا بأنه حي لم يمت. من منكم يعرف شخصا فارق الحياة ولكن أفكاره ما زالت موجودة؟ إذن من منكم يذكر لي اسم شخصية فارقت الحياة ولكن آثارها باقية إلى قيام الساعة؟ جزاكم الله خيرا أستاذ سفيان. التحية لأخونا الأستاذ سفيان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل الأنبياء كذلك عليهم جميعا الصلاة والسلام. تحياتي إليك الأستاذ سفيان. إذا أريد ذكر أشخاص آخرين ماتوا وفارقوا الحياة ولكن أفكارهم ما زالت موجودة. أينشتاين، نعم، الدكتور إبراهيم الفقي رحمه الله، الدكتور إبراهيم الفقي، نعم، رائع. وكذلك عندنا عظماء كثيرون، عندنا صلاح الدين، وعندنا سيف الدين قطب، وعندنا الإمام النووي والإمام ابن تيمية، وعندنا علماء كثيرون مثل أبو بكر الرازي والحسن بن الهيثم، الشيخ عبد الحميد بن باديس. تحياتي للشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله، ولكل أحبابي أهل الجزائر، ابن تيمية، ابن ماجه، أحسنتم، أبو القاسم الشاذلي، نعم، الدكتور أحمد زويل، نعم، الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام، بوركتم أحبائي. إذن يأتي السؤال المهم، ويأتي السؤال المهم، لماذا بقيت سيرة هؤلاء؟ لماذا ما زلنا نتذاكر سيرهم؟ ولماذا إذا تكلمنا عن النجاح ذكرنا أسماءهم؟ ولماذا هؤلاء دائما هم القدوات لنا؟ لأنهم ناجحون، نعم، ولأنهم تركوا لنا شيئا ينفعنا.
ولأنه قدم للبشرية ما ينفعها. ولذلك يا عباد الله جميعنا يجب أن نترك شيئا للبشرية، جميعنا يجب أن نخلف شيئا ينفع البشرية. إخواني وأخواتي، ينبغي علينا أن نترك أثرا في الدنيا. أريد من كل واحد منكم إن شاء الله بعد هذه الدورة أن يأتي بورقة وأن يكتب عليها كلمة اترك أثرا قبل الرحيل. اكتب هذه المقولة، اترك أثرا قبل الرحيل، اترك أثرا قبل الرحيل. نعم سعدكم الله. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. إذن جميعنا سننوي من الآن أن نترك أثرا قبل الرحيل، جميعنا من الآن سننوي أن ننفع البشرية بشيء من العلم، جميعنا من الآن سننوي أن نلحق بهؤلاء القدوات على درب النجاح والتفوق، جميعنا من الآن سنبدأ في التغيير، سنبدأ في إصلاح أنفسنا، سنبدأ في السير على طريق النجاح، جميعنا من الآن سنبدأ ونعلنها عالية مدوية في أفق السماء والأرض أننا بإذن الله عز وجل سننجح، أننا بإذن الله عز وجل سنقدم للبشرية شيئا، أننا سنعيد أمجاد المسلمين ثانية، أننا سنعلم العالم جميعا أن المسلم قادر على أن يغير ملامح الكون. أيها المسلم أنت كنز الدر والياقوت، وإن لم يعرفوك نسمع العالم، نسمع العالم محتاج إليك، صوتك العالي، صوتك العالي يدوي في العالم وإن لم يسمعوك. أيها المسلم أنت كنز الدر والياقوت وإن لم يعرفوك. نعم أحسنت أختي، إذا لم تضف شيئا إيجابيا على الأرض فأنت عبء عليها. نعم والله أحبائي، كتب التاريخ لا تذكر كل أعداد البشر الذين جاءوا إلى الدنيا، كتب التاريخ لا تذكر إلا من قدموا شيئا مفيدا للإنسانية، كتب التاريخ لا تذكر إلا من طوروا وغيروا وعمروا، كتب التاريخ لا تذكر ملايين البشر ولكنها تذكر المئات فقط. نذهب إلى محورنا الثاني، ما هو النجاح؟ ما هو النجاح في رأيكم أحبائي؟ شاركوني. نعم أخي، فلنبدأ بتغيير الأمر. ما هو النجاح في من وجهة نظركم؟ كل منا عنده تصور عن النجاح، فلتشاركوني بهذه التصور. هو الأثر الذي يتركه الإنسان في أحد. أحسنت اختمه. ما هو النجاح؟ النجاح هو أن تحقق أحلامك وتبلغ أهدافك بما يرضي الله. بوركت. النجاح هو وضوح الرؤية والوصول للهدف بأقل التكاليف. الله رائع. النجاح هو تحقيق الرغبات والأشياء التي نحلم بها. نعم بوركت. النجاح هو إنجاز. نعم أحسنتم جميعا وبارك الله فيكم. ألم أقل لكم أنكم مبدعون؟ نعم النجاح هو ترك البصمة. النجاح هو المحطة الأخيرة في تحقيق الهدف والرسالة. دامت الابتسامة. إذن ما هو النجاح؟ هل هو قصر كبير وسيارة فارهة؟ هل هو امرأة حسناء يتزوجها الواحد منا؟ هل هو فتى الأحلام الذي تحلم الفتاة به؟ هل هو قصر كبير أو مبلغ مالي عظيم؟ هل هو سيارة كبيرة؟ هل هذا هو النجاح؟ هل كل ما ذكرته الآن هو النجاح؟ قصر كبير وسيارة، امرأة حسناء أو فتى الأحلام، مبلغ مالي كبير، سيارة كبيرة؟ هل هذا هو النجاح؟ نعم أخي سفيان، نعم نعم النجاح هو الحلم الذي نرغب فيه في المستقبل. نعم هذه الأشياء هي ماديات لا أكثر. أحسنتم قطعا لا، نحن نقول هذه الأشياء ربما نستخدمها كقنطرة للنجاح ولكنها ليست هي النجاح، هذه الأشياء ليست هي النجاح. إذن ما هو النجاح يا ترى؟
نعم كلها وسائل لتحقيق النجاح، أحسنت. النجاح في اللغة، في لغة العرب لغتنا التي نفتخر بها، النجاح في اللغة هو الفوز بالشيء وإدراكه والظفر به، يعني أن تفوز بما تريد وأن تدركه وأن تظهر به. يعني أنا مثلا طالب في الجامعة وأريد أن أحصل على تقدير امتياز، إذا حصلت على تقدير امتياز فهذا هو النجاح. أنا مثلا أريد أن أدخل الجنة، إذا دخلت الجنة فهذا هو النجاح. وهذا المعنى واسع، دائما معاني اللغة العربية متسعة. أشكرك أستاذ حنان. إذا النجاح في اللغة العربية هو الفوز بالشيء وإدراكه والظفر به. أما تعريفات النجاح فكثيرة جدا. أتعلمون لماذا تعريفات النجاح كثيرة؟ نرى كثيرا أشخاص معهم أموال وعربات فاخرة وغير سعداء وينتحرون أحيانا. نعم، لماذا؟ لأنهم أشبعوا أجسادهم ولم يشبعوا أرواحهم. أشكرك أستاذة أم الروائع، هذا بعض ما عندكم، جزاكم الله خيرا. أحسن أخي لتعدد المفاهيم. نعم، إذا تختلف تعريفات النجاح بحسب تعريف الشخص الذي يعرفه. فإذا كان معرف النجاح داعية سيعرف النجاح من الناحية الدينية، وإذا كان معرف النجاح مدربا في التنمية البشرية سيعرف النجاح من ناحية التنمية البشرية، وإذا كان معرف النجاح عالما من علماء النفس سيعلم النجاح حسب دراساته التي أجراها على النفس البشرية، وإذا كان النجاح من مسلم أو تعريف النجاح من عند مسلم سيكون مختلفا عن تعريفه من عند رجل غير مسلم. تعريف النجاح في البيئة المسلمة يختلف عن تعريفه في بيئة غير المسلمين. نعم أحسنت أخي، حسب شخصية المعرف وحسب آرائه وتوجهاته وأفكاره. ومن تعريفات النجاح تحقيق طموحاتك وأهدافك واستغلال طاقاتك بشكل جيد والتعلم من أخطاء الماضي والاستفادة منها والتغلب عليها والشعور بالسعادة. وهذا التعريف جميل، لماذا؟ لأنه جمع بين تحقيق الأهداف والطموحات واستغلال الطاقات بالشكل الجيد يعني التخطيط، والتعلم من أخطاء الماضي والاستفادة منها والتغلب عليها، جمع كذلك الإصرار والتحدي، ثم جمع النتيجة وهي الشعور بالسعادة. فكلنا عندما ننجح بإذن الله سنكون سعداء. نعم، النجاح هو تحقيق للأهداف الآنية والمتوسطة وبعيدة المدى وفق طموح كل شخص. نعم، تعريف رائع للنجاح أختي أو أخي، تعريف رائع للنجاح. وقيل من تعريفات النجاح أنه هو القدرة على تحقيق الأهداف المرسومة. ما معنى هذه العبارة أو ما معنى هذه الجملة؟ أشكركم. ما معنى هذه الجملة؟ القدرة على تحقيق الأهداف المرسومة. رائع، النجاح والوصول للمحطة التي تفرحني. نعم، التخطيط. نعم، القدرة على تحقيق الأهداف المرسومة، يعني أنا أضع خطة وأهدافا للمستقبل بإذن الله، أو أهدافا أريد أن أصل إليها وفعلا استطعت أن أصل إلى هذه الأهداف، إذا يكون هذا هو النجاح. ولذلك هناك عبارة قرأتها على شبكة الألوكة، وأنصحكم جميعا بالدخول لهذه الشبكة، شبكة الألوكة. هذه الشبكة تجمع من كل العلوم، هذه الشبكة رائعة بمعنى الكلمة، شبكة الألوكة. قرأت فيها عبارة تقول إن مقياس النجاح الحقيقي للمرء ليس فيما يبلغه دخله من عمله أو مقدار رصيده المادي وما يملك من عقارات وأموال، ولكن مقاييس النجاح تتوقف على مدى استغلال المرء لمواهبه. أشكرك أستاذ سفيان، فلقد جئتنا بالرابط، أنت من المبادرين يا أستاذ سفيان. لقد كتبت اسم الشبكة، اسمها الألوكة. إذن مقياس النجاح الحقيقي للمرء، العفو، مقياس النجاح الحقيقي للمرء ليس فيما يبلغه دخله من عمله أو مقدار رصيده المادي وما يملك من عقارات وأموال، ولكن مقاييس النجاح تتوقف على مدى استغلال المرء لمواهبه ومدى إفادته من الفرص وتغلبه
على ما يصادفه من متاعب وعقبات. إذن ماذا فهمتم من هذه العبارة التي ذكرتها آنفا؟ وبماذا أوحت إليكم هذه العبارة؟ وماذا رسخت في أذهانكم؟ أحبائي، أتعلمون لماذا سميت الدورة دورة؟ لأن الكلام يدور بين المدرب والمتدرب. لا أريد أن أكون أنا فقط المتكلم، أريد أن نتشارك الخبرات معا، وهذا هو النجاح الحقيقي. قالوا أن مقياس النجاح الحقيقي للمرء ليس فيما يبلغه دخله من عمله أو مقدار رصيده المادي وما يملك من عقارات وأموال، ولكن مقاييس النجاح تتوقف على مدى استغلال المرء لمواهبه ومدى إفادته من الفرص وتغلبه على ما يصادفه من متاعب وعقبات. بماذا أوحت إليكم هذه العبارة؟ وماذا تركت في أنفسكم من أثر؟ هذه العبارة، الإصرار على الاستمرار في التجارب بغية النجاح، أحسنت؟ نعم، العبارة تقول إن مقياس النجاح الحقيقي للمرء ليس فيما يبلغه دخله من عمله، يعني الراتب الذي يحصل عليه، أو مقدار رصيده المادي وما يملك من عقارات وأموال، ولكن مقاييس النجاح تتوقف على مدى استغلال المرء لمواهبه ومدى إفادته من الفرص وتغلبه على ما يصادفه من متاعب وعقبات. نعم، الأمور المادية الخارجية غير دائمة، إن تضع الهدف رهين وجودها، لكن ما نملك من مواهب مستمر وضامن لاستمرار نجاحنا. نعم، أحسنت أخي سفيان، مهما وقعت في الفشل أسارع في الوقوف والوصول إلى النجاح. أحسنت أخي علي، كثير من المخترعين لم يكونوا ذوي ثراء. نعم، التعلم والتدريب يضمن تحقيق الأهداف وبالتالي يستمر النجاح. نعم، أحسنت أختي، النجاح يقاس على معيار الموهبة وليس المقاييس المادية. نعم، بوركتم، أحسنتم جميعا. أحبائي، نعم بوركتم، أحبائي، حينما بحثت في تعريفات النجاح وأخذت أقرأ عن النجاح، وجدت أن معظم التعريفات ليست نابعة من أرضنا ولا من بيئتنا ولا من ثقافتنا، ولذلك قررت أن أضع أنا تعريفا للنجاح. والنجاح من وجهة نظري قسمان، النجاح من وجهة نظري قسمان. أشكرك أستاذة فاطمة. نجاح جزئي ونجاح كلي. النجاح الجزئي هو تحقيق الأهداف المرسومة والوصول لأعلى النتائج بأقل الإمكانيات مع الصبر وحسن التوكل على الله. إذن النجاح الجزئي هو تحقيق الأهداف المرسومة والوصول لأعلى النتائج بأقل الإمكانيات مع الصبر وحسن التوكل على الله. أشكرك يا أخي أكرم. هل الصوت واضح؟ نعم، جزاكم الله خير. والنجاح الكلي هو الوصول إلى الغاية الكبرى وهي الجنة. إذن عندنا قسمان للنجاح، نجاح جزئي ونجاح كلي. النجاح الجزئي هو تحقيق الأهداف التي يرسمها الواحد منا على المدى القريب أو البعيد والوصول إليها بأقل إمكانياته مع الصبر وحسن التوكل على الله. أما النجاح الكلي هو الوصول للغاية الكبرى وهي رضوان الله عز وجل الذي يؤدي إلى الجنة. نعم أختي، الجزئي دنيوي والكلي أخروي، والجزئي قنطرة للكلي، يعني الجزئي بمثابة سلم للكلي، فلا انفصال بينهما. وجزاكم بمثل أستاذ صفاء، أشكرك أستاذة أسماء. قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا هو عين النجاح، أن تأتي يوم القيامة، أن تأتي يوم القيامة. نعم، تعريف إسلامي. نعم، هناك نوعان من النجاح، نجاح دنيوي وآخر للآخرة. تمام، إذن النجاح الأعظم هو أن تأتي يوم القيامة وأن يقال لك: هذا كتابك فاستلمه بيمينك،
يا رب يا رب يكون هذا مصيرنا جميعا. يا رب بلغني هذه الغاية وأوصلني لذلك المراد. اللهم آمين يا رب. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ربيعة بن كعب الأسلمي صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان يقف كثيرا على باب رسول الله، وكان صغيرا في السن كان يقف كثيرا على باب رسول الله ويقدم للنبي صلى الله عليه وسلم الوضوء ويقدم له بعض الحاجات صلى الله عليه وسلم. إذا ربيعة رضي الله عنه وارضاه كان يقف على باب النبي ويخدم النبي، وكلنا نعلم أن النبي كان يحب أن يرد الجميل للجميع. فقال النبي يوما لربيعة رضي الله عنه وارضاه: يا ربيعة سلني سلني يا ربيعة، يعني يا ربيعة اسألني شيئا وأعطيك إياه. والسؤال المهم هنا: ماذا لو كان أي واحد منا مكان ربيعة رضي الله عنه وارضاه؟ وقال له رسول الله سلني. ماذا لو كنت أنا مكان ربيعة وقال رسول الله سلني يا أحمد؟ ماذا لو كان أي واحد منا الأستاذ علي، الأستاذ آسية، الأستاذ سفيان، الأستاذ صفاء، الأستاذ مروة، جميعنا كل واحد منا، ماذا لو كان أي واحد منا مكان ربيعة رضي الله عنه وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سلني يا ربيعة أو سلني يا فلان، ماذا كنت ستقول للرسول صلى الله عليه وسلم؟ الناس أمام هذا سينقسمون إلى قسمين: قسم سيطلب شيئا تافها، مثلا أعطني بعض المال يا رسول الله، وقسم آخر سيطلب شيئا عظيما مثل ما فعل ربيعة رضي الله عنه أرضاه. ربيعة لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم سلني يا ربيعة، قال ربيعة للرسول الله صلى الله عليه وسلم: أسألك أي شيء يا رسول الله؟ فقال النبي: نعم يا ربيعة سلني. فقال ربيعة للنبي: أمهلني لغد حتى أفكر. ربيعة يريد أن يطلب طلبا عظيما من النبي صلى الله عليه وسلم، ربيعة لا يريد أن يفوت الفرصة، ولذلك أراد مهلة ليفكر في أعظم شيء ليطلبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي اليوم التالي التقى ربيعة بالنبي فقال: يا رسول الله لقد قلت لي سلني. فقال النبي: نعم. فقال ربيعة: أسألك مرافقتك في الجنة، أسألك مرافقتك في الجنة، لا أريد مالا ولا أريد عقارات ولا أريد ديار ولا أريد جاه ولا أريد منصب ولا أريد أي شيء، أريد منك يا رسول الله أن أكون رفيقك في الجنة، وهذا هو النجاح الكلي. إذن قال ربيعة للنبي: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال له النبي: ومن قال لك ذلك؟ النبي تعجب من إجابة ربيعة. لماذا؟ لأن ربيعة كان صغير السن، كان شابا ربما أصغر مني في السن وأصغر من بعضنا في السن، كان ربيعة ما زال في ريعان الشباب، وكلنا نعلم أن أحلام الشباب هي الزواج، العمل، المال، الاستقرار. نعم، أوليس الشباب يطلبون ذلك؟ ولكن إجابة ربيعة كانت مختلفة. كان ربيعة ينظر للأمور بنظرة أخرى، كان ربيعة ينظر للأمر بنظرة جميلة، كان ربيعة ينظر للبيع الرابح، كان ربيعة ينظر لأفضل شيء يريد أن يصل إليه. كان أمام ربيعة هدف وهو الوصول للنجاح الكلي. فقال: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. فقال له النبي: أو غير ذلك؟ يعني ألا تريد شيئا غير ذلك؟ فقال: هو ذلك يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. ربيعة يصر، ربيعة يريد أن يكون رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسنت أستاذ نور الرحمن، نحيي جميعا الأستاذ نور الرحمن لأنه تعلم علو الهمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، النظرة ذات بعد. إذن قال ربيعة للنبي: أسألك مرافقتك.
موافقتك في الجنة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود. يعني إذا كنت تريد أن تكون رفيقي في الجنة فاعمل، فقدم شيئا. فمن أراد النجاح فعليه أن يقدم. فكان ربيعة رضي الله عنه وأرضاه رغم صغره لم يفوت من عمره ساعة ولم يفقد في صلاة جماعة، وكان الناس دائما يرونه وهو ساجد لله عز وجل. لماذا؟ لأنه علم غايته. لماذا؟ لأنه عرف كيف يصل إلى الله عز وجل. لماذا؟ لأنه عرف طريق النجاح الحقيقي. لأنه عرف طريق النجاح الحقيقي. انتبهوا أحبائي، النجاح الجزئي هو قنطرة للنجاح الكلي. يعني النجاح الجزئي سلم يوصلك إلى النجاح الكلي. ما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. ما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. نعم، نذهب إلى محورنا الثالث وهو لب الدورة. هذا المحور هو الشخصية الناجحة كيف تكون؟ ما هي أهم صفات الشخصية الناجحة؟ وكيف تكون هذه الشخصية؟ وما هو تكوينها؟ هل هي شخصية نزلت من السماء؟ هل هو ملك من الملائكة؟ هل هو شخص ولد بقدرات لا توجد في غيره من البشر؟ هل هو مثلا رجل ولد له 4 أذرع و5 أرجل و3 قلوب و20 عقلا مثلا؟ ما هي الشخصية الناجحة؟ وما هو تكوينها يا ترى؟ شاركوني أحبائي، الشخصية الناجحة ما هو تكوينها؟ كنا نتحدث عن محورنا الثالث وهو الشخصية الناجحة كيف تكون. في البداية أحب أن أنوه أن للشخصية الناجحة صفات كثيرة، وأن ما سنذكره ليس حصر، وإنما ما سنذكره هو أهم الصفات إن شاء الله عز وجل. إذن صفات الشخصية الناجحة كثيرة، وما سأذكره الآن ليس حصرا لها، ولكنه ذكر لبعضها من وجهة نظري وحسب قراءتي واطلاع، وحسب ما رأيته ناجحا، وحسب ما رأيته أوصل أصحابه إلى القمة بإذن الله عز وجل. ولكن قبل أن أبدأ في صفات الشخصية الناجحة أحب أن أذكر كل واحد منا وأذكر نفسي أولا بهذه المقولة: إذا أردت الوصول فعليك أن تؤمن بقدراتك أولا. إذا أردت الوصول فعليك أن تؤمن بقدراتك أولا. تستطيع أن تنجح، تستطيع أن تكون الأفضل، تستطيع أن تغير الكون، تستطيع أن تحدث فارقا، تستطيع أن تقلب المعادلة. فقط توكل على الله وانطلق وآمن بقدراتك، فالبشرية في حاجة إليك. البشرية تحتاجك، تحتاجك لتغير، لتطور، لتعمر. إني جاعل في الأرض خليفة. لماذا؟ ليطور الأرض، ليعمرها، ليجعلها أفضل. أخي وأختي، عندما نؤمن بقدراتنا يتغير كل شيء. كان هناك رجل يمتلك حصانا عجوزا. نعود إلى موضوعنا، عندما تؤمن بقدراتك يتغير كل شيء. كان هناك رجل يمتلك حصانا عجوزا. هذا الحصان وقع في بئر عميق، وهذا البئر جاف منذ سنوات. فجاء الرجل وأخذ يفكر: ماذا لو أخرجت هذا الحصان من البئر؟ سيتطلب مني تعبا وعناء كثيرا وتكلفة، هذه التكلفة تساوي ثمن شراء حصان جديد، وهذا الحصان أصلا أصبح عجوزا ولم أعد في حاجة إليه. فقرر هذا الرجل أن يدفن الحصان في البئر، وبهذا يكون قد ضرب عصفورين بحجر واحد. يكون أولا قد تخلص من الحصان العجوز بدفنه، ويكون قد تخلص من البئر الجاف بردمه. فجاء هذا المزارع أو هذا الرجل ونادى على جيرانه وطلب منهم مساعدته في ردم البئر.
هيا بنا لنرجم ذلك البئر. وفعلا جاءوا وأخذوا، جاءوا بالتراب وجاءوا بالنفايات وجاءوا بالأشياء القديمة وأخذوا يلقونها في البئر. في بادئ الأمر أدرك الحصان ما يحدث وأخذ يصهر بصوت عال 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 جدا ملأ الدنيا بصوته، ولكن بعد فترة هدأ صوت الحصان. ما زال المزارع وما زال أصحابه يقومون بردم البئر، ما زالوا يقومون بإلقاء التراب والقمامة والنفايات في البئر، ولكن الحصان قد توقف عن الصهيل. تتوقعون لماذا توقف الحصان عن الصهيل؟ تتوقعون لماذا سكت صوت الحصان؟ ماذا تتوقعون قد حدث؟ ما هي توقعاتكم؟ أحبائي شاركوني، ماذا يتوقع كل واحد منكم؟ أن يكون قد حدث لهذا الحصان، استسلم لمصيره. أيضا لم يشاركنا أيضا، من يضيف أيضا؟ استسلم وأيقن بالموت، تمام. ومن يضيف كذلك؟ أتعلمون ماذا حدث لهذا الحصان؟ أنتم ظننتم أن الحصان، تمام، كنا نتكلم عن هذا الحصان الذي وقع في البئر وقرر صاحبه دفنه وأخذ فعلا يلقي عليه النفايات، وكان الحصان في البداية يسهل ويسهل ويسهل ولكنه توقف عن الصهيل وسكت. فسألتكم لماذا سكت الحصان؟ فجاءتني الإجابات أن الحصان قد استسلم لمصيره وأيقن بالموت، ولكن الحصان كانت له رؤية أخرى، ولكن الحصان كانت عنده إجابة أخرى. هل تعلمون ما هي؟ عندما سكت صوت الحصان جاء هذا المزارع وأخذ ينظر في البئر، ماذا حدث للحصان؟ لماذا توقف؟ فوجد الرجل أن الحصان كان مشغولا بإلقاء النفايات عن ظهره، وكان يصعد من الأعلى كل مرة خطوة خطوة، كلما ألقوا على ظهره النفايات ألقاها هو في قعر البئر وصعد عليها. هل تعلمون لماذا؟ لأن الحصان آمن بقدراته. هي ربما قصة معبرة تعبر عن كل واحد منا أنه ينبغي أن تؤمن بقدراته. وبعد أن كان الناس يقومون بدفن الحصان أخذوا يلقون التراب، لماذا؟ لأنهم يريدون الآن إنقاذ الحصان. لماذا تغيرت نظرتهم للحصان؟ لأنه آمن بقدراته، آمن بأنه يستطيع أن يخرج، حول المحنة إلى منحة. لماذا؟ بإيمانهم بقدراته. وهكذا أخذوا يلقون بالأتربة حتى صعد الحصان من الأعلى وقفز خارج البئر. أخي وأختي، ليكن شعار كل واحد منا نعم أستطيع، نعم أستطيع، نعم أستطيع. أستطيع أن أغير، أستطيع أن أكون شيئا، أستطيع أن أضيف للدنيا، أستطيع أن أنضم إلى قوافل العظماء، أستطيع أن أصل إلى القمة بإذن الله عز وجل، نعم أستطيع. والآن نبدأ في صفات الشخصية الناجحة. أول صفة من صفات الشخصية الناجحة وأهم صفة في رأيي هي الاستعانة بالله والتوكل عليه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وفي القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله، وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته وصدق معاملته، وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار إليه، وفيه فاقة لا يسدها إلا محبته والإنابة إليه ودوام ذكره، وصدق الإخلاص له ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. كلنا والحمد لله نصلي ونقرأ دائما في كل ركعة في الصلاة في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. ولكن من منا أيقن بمعناها؟
من منا تدبرها؟ من منا وهو يقرأ هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين استشعر قيمة الاستعانة بالله عز وجل؟ من منا استسلم أو سلم قياده لرب الأرض والسماوات؟ من منا قال يا رب أنا قد سلمت أمري إليك وفوضت أمري إليك وتوكلت عليك فكن معيني وكن أنيسي وكن معي يا رب العالمين؟ من منا استعان بالله حق استعانته؟ كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مستضعفون، ونحن نعلم أن الإسلام في بداية الأمر كان في حالة استضعاف. فجاء يوما بعض الناس وقالوا للصحابة إن الناس قد جمعوا لكم، يعني أهل مكة قد جهزوا لحربكم واستعدوا لقتالكم وهم يريدون أن ينزلوكم من على الدنيا، فاخشوهم خافوا منهم احسبوا لهم حسابا. فماذا قال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم؟ فماذا حدث؟ فزادهم إيمانا. صحابة رسول الله بهذه المقولة ازدادوا إيمانا، ازدادوا قوة، ازدادوا يقينا واستعانة وتوكلا على الله، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فبماذا كافأهم الله؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. يعني إذا أحسنت التوكل على الله كانت النتيجة، النتيجة هي الفوز، هي النجاح، هي الوصول إلى غايتك، هي الوصول إلى مرادك، هي الوصول إلى هدفك، هي الوصول إلى ما تريد. إذا توكلت على الله فستبلغ بإذن الله عز وجل. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ما معنى حسبه؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ما معنى حسبه أحبائي؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ما معنى كلمة حسبه؟ نعم يكفيه، بوركتم بوركتم جميعا، يكفيه فعلا. يعني إذا توكلت على الله الله عز وجل يكفيك. إذا قابلتك صعوبة قال الله عز وجل لها هذا عبدي قد توكل علي وأنا سأكفيه هذه الصعوبة. إذا قابلتك مشكلة قال الله لها هذا عبدي قد توكل علي وأنا سأكفيه هذه المشكلة. إذا واجهتك المخاطر قال الله لها هذا عبدي قد أحسن الاستعانة بي وأنا سأعينه وسأنصره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. فقوة كل واحد منا تكمن في استعانته بالله، قوة كل واحد منا تكمن في توكله على الله عز وجل، قوة كل واحد منا تكمن في حسن إقباله على الله عز وجل. إذن فلنراجع أنفسنا ولنحسن الاستعانة بالله عز وجل، ولنحسن الإقبال والتوكل على الله عز وجل. الصفة الثانية من صفات الشخصية الناجحة علو الهمة. ما رأيكم في هذه الصفة علو الهمة؟ أحبائي ما رأيكم في علو الهمة وما تعريفكم لها؟ الأخت الأستاذة مروة الإرادة القوية، نعم علو الهمة جميل وبارك فيكم. الثقة بالنفس ألا نترخص في تحقيق أهدافنا، أحسنت أستاذ أكرم. رائعة علو الهمة يعني بلوغ القمة من النجاحات، نعم جميل. الإصرار، نعم الإصرار وطلب الأهداف الكبير، أن يطلب الناس ما فيه الخير للنفس وللغير بالاعتماد على الذات. إذن علو الهمة هو أن يكون كل واحد منا صاحب غاية كبرى. إذن علو الهمة، نعم رفع سقف الأهداف، أحسنت أخي المدرب. علو الهمة هو أن يكون الواحد منا صاحب طموح كبير، صاحب أهداف سامية، لا يرضى بالدون ولا يرضى بالقليل، لا يرضى بأقل من القمة بل لا يرضى بأقل من قمة القمة.
علو الهمة هو أن يضع الواحد منا أهدافا سامية، وأن لا يرضى الواحد منا بأقل من الفردوس الأعلى في جنة عرضها السماوات والأرض. علو الهمة هو أن يكون الواحد منا صاحب مقاصد نبيلة. علو الهمة هو أن يكون الواحد منا يريد النفع لنفسه ولغيره ولمجتمعه وللإنسانية جمعاء. وعلى قدر يعني العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. يعني العظيم لا يهتم بأي شيء مهما كان صعبا، بل العظيم لا يهمه أن تكون هذه الغاية صعبة، ولكن يهمه أن يصل إلى أعلى الغايات. مر رجل يوما بالإمام النووي وهو طفل صغير. هذا الرجل قال للإمام النووي، وكان الإمام النووي طفلا، قال له: يا بني لما لا تلعب مع أقرانك؟ يعني لما لا تلعب مع زملائك؟ ما هي إجابة طفل صغير في سن الإمام النووي؟ طفل صغير في العاشرة بعد يمر عليه رجل كبير فيقول له: لماذا لا أراك تلعب مع زملائك؟ لماذا دائما أراك وأنت تمسك بالأوراق والأقلام وتكتب؟ لماذا دائما أراك مهتما شغوفا بمجالس العلم والذكر ولا تهتم باللعب كباقي الأطفال في سنك؟ لماذا سنجب عليه الإمام النووي رحمه الله تعالى؟ قال النووي لهذا الرجل: لا يريدون اللعب معي. هكذا يجيب، لم يكن هذا هو السبب، لم يكن السبب أن الأطفال لا يريدون أن يلعبوا معه، ليس هذا هو سبب عدم لعبه مع الأطفال أو مع زملائه. السبب قاله الإمام النووي رحمه الله: هو ليس لديه الوقت. ولماذا ليس لديه الوقت؟ نعم، هو فعلا ليس لديه الوقت ليضيعه. نعم، أحسنت. الإمام النووي قال للرجل إجابة عظيمة: أحسنت أستاذ سفيان، همته أعلى من أن يقضي حياته في اللعب. قال الإمام النووي للرجل: يا سيدي، لم أخلق لهذا، أنا لم أخلق للعب يا سيدي، أنا لم أخلق لأضيع وقتي، أنا خلقت لغاية عظيمة، أنا خلقت لهدف كبير، أنا خلقت لطموح عالي، يا سيدي لم أخلق لهذا. ولذلك مات الإمام النووي وعمره 40 سنة فقط. الإمام النووي العلم الكبير في علوم الدين يموت وعمره 40 سنة؟ نعم، وخلف الكثير من العلوم، لا يخلفها إلا شخص ربما يعيش 80 سنة. تعلمون لماذا؟ لأنه استفاد من كل دقيقة من حياته، لأنه كان صاحب همة عالية، لأنه لا يرضى بسفاسف الأمور. خلف الإمام النووي لنا رياض الصالحين، وخلف لنا 40 النووية، وخلف لنا شرح المجموع، وخلف لنا شرح صحيح مسلم، وخلف لنا كتاب الإرشاد، وخلف الكثير والكثير من الكتب. نعم أستاذ سفيان، لو كان لعب الإمام النووي لما ترك لنا كل هذه المؤلفات. أحبائي، ليس في الأمر وقت لنضيعه. نعم رفضها عن نفسك، ولكن لا تجعل الترفيه غاية. أشكرك الأستاذة أم الروائح، لا تجعل الترفيه هو ديدن حياتك، لا تكن في كل وقت في لعب وهز، لتجعل أهدافك عالية ولتجعل طموحاتك سامية. انظر إلى القمة. كان أبو مسلم الخراساني وهو ابن 10 سنين، تخيلوا، ولد صغير عمره 10 سنين، ولد صغير عمره 10 سنين يتقلب على سريره، فتأتي أمه له وتقول: يا بني لماذا تتقلب على سريرك؟ ولماذا لا تنام يا بني؟ لقد انتصف الليل يا بني، فلماذا لا تنام؟ فقال لها: يا أماه، همة تنطح الجبال. يا أماه، همة تنطح الجبال. يا أمه، همة تنطح الجبال. والله كلما قرأت هذه العبارة شعرت بكم نحن بعيدين عن القمة.
والله كلما قرأت هذه العبارة علمت كم نحن بعيدين عن النجاح. لماذا؟ لأننا لسنا أصحاب همم عالية. لماذا؟ لأننا نهتم بسفاسف الأمور. لماذا؟ لأن غاياتنا وأهدافنا ليست سامية ولا عالية. تخيلوا طفل عمره 10 سنوات تقول له أمه: لماذا يا بني لا تنام فقد انتصف الليل؟ فيقول لها: يا أمه، همة تنطح الجبال. والله أنا أعلم أشخاصا في بلدتي عندهم 40 سنة وثلاثون سنة، أشكرك الأستاذة آسين، عندهم 40 و30 سنة وكل همتهم الأكل والشرب والنوم. أشكرك أختي الأستاذة فتحي، همة تنطح الجبال، رائعة جدا، سيكون جيدا لو كتبناها على ورقة وعلقناها على الجدار: يا أمه، همة تنطح الجبال. هؤلاء أصحاب الهمم العالية لا يرضون بالدون، لا يرضون بأقل من القمة، فما بالنا نحن وكيف هي هممنا؟ اسأل نفسك كيف هي همتك وما هو طموحك؟ ما هو طموحك وما هي همتك؟ اسأل نفسك هذا السؤال وجاوبه مع نفسك. أشكرك الأستاذة فاطمة، أشكرك أخي الأستاذ المدرب. إذن ليسأل كل واحد منا نفسه: ما هي همتي وبماذا أفكر؟ هل أنا كشاب أفكر كل تفكيري في شقة وسيارة وزواج أو كفتاة؟ هل هي تفكر في الزينة والميك اب واللباس وغيره وفتى الأحلام؟ هل هذه هي هممنا أم أننا نفكر في الغايات الكبرى؟ من منا همه رضا الله عز وجل؟ من منا يطمح للالتقاء بأمته؟ من منا هدفه النهوض بوطنه؟ من منا جعل الجنة أمام عينيه فأسرع واجتهد؟ من منا جعل الجنة أمام عينيه فأسرع واجتهد؟ من منا طرح الكسل والخمول وأخذ يعمل ويعمل؟ من منا لا يرضى بأقل من القمة؟ كل هذه الأسئلة تحتاج إلى جواب، بل تحتاج إلى صدق نية للتغيير. أشكركم جميع الأحباء. ربنا قال لنا في القرآن آية جميلة، وكل القرآن جميل. قال تعالى: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. نعم، عندهم الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر في الأموال والأولاد. نعم، هذا حال الكثيرين للأسف، ولكن والحمد لله ما زال الخير فينا، وأرى الخير في أمثالكم بإذن الله عز وجل. أرى فيكم بوادر أمل لأمة الإسلام، أرى فيكم بوادر أمل للارتقاء بالأمة، أرى فيكم بوادر أمل للوصول بأمتنا إلى أعلى المراتب والدرجات بإذن الله تعالى. قال ربنا في كتابه: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. إن شاء الله. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، يعني لو وجد الله مني طموحا إلى القمة، وجد مني إصرارا على القمة، سيعطيني الخير؟ نعم سيعطيني الخير وسيعطيني القمة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يجب أن نغير حتى الغايات البسيطة، وجب أن نغير حتى الغايات البسيطة كالأكل مثلا إلى نية عظمى، وهي على سبيل المثال تقوية الجسد. أحسنت الأستاذ سفيان، تحياتي وتحيات الجميع للأستاذ سفيان. وكلامك هذا كان يفعله أحد السلف، فكان يأكل فعلا وكان يقول: آكل بنية التقوي على عبادة الله، وكان ينام ويقول: أنام بنية أن أستيقظ غدا للصلاة. نعم، عندنا عرب ناجحون في كل المجالات. نعم، أشكركم جميعا أحبائي على هذا التفاعل الرائع. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها. يعني الله عز وجل يحب الأمور العظيمة ويكره الأمور التي لا تساوي شيئا في ميزانه سبحانه وتعالى. الله عز وجل يحب أن يرى الواحد منا يطمح إلى القمة، ولا يحب أن يرى الواحد منا كل همه الأكل والشرب والنوم. سألوا مرة أبا عمرو بن العلاء رضي الله عنه ورحمه الله، فقالوا له: حتى متى يحسن بالمرء أن يتعلم؟
لو سألتكم هذا السؤال وقلت لكم حتى متى يحسن بالمرء أن يتعلم، ما هي الإجابة التي ستجيبون علي بها؟ حتى متى يحسن بالمرء أن يتعلم؟ أجيبوني يا أحباب، حتى متى يحسن بالمرء أن يتعلم؟ هذا السؤال سئله أبو عمرو بن العلاء. أحسنتم إلى آخر لحظة، أحسنتم رائعين، من المهدي إلى اللحظة، اطلبوا العلم، نعم إلى أن يموت، جميل، بارك الله فيكم. فعلا قال هذا الرجل الصالح، قال لهم يحسن بالمرء أن يتعلم ما دام تحسن به الحياة. والله لو كتبت هذه العبارة بماء الذهب ما كفاها. يحسن بالمرء أن يتعلم ما دام تحسن به الحياة. وأنا أكمل وأقول فإذا تخلى عن العلم فلا قيمة له في هذه الحياة. أشكرك الأستاذة فتحية. يحسن بالمرء أن يتعلم ما دامت تحسن به الحياة، فإذا تخلى عن العلم فنقول له هذه الحياة لا تريدك، فنقول له أنت عبء على الحياة، صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل مرة يوما للإمام أحمد متى الراحة يا إمام؟ وجد الإمام أحمد رجلا كبيرا في السن وما زال يتعب نفسه ويذهب، وما زال يتعب نفسه ويذهب إلى مجالس العلم وإلى مجالس الذكر، فقالوا له يا إمام متى الراحة؟ متى سترتاح يا إمام؟ متى سترتاح من علائك في الدنيا ومن تعبك؟ تخيلوا معي إجابة الإمام أحمد، لقد قال لهم، قالوا له متى الراحة يا إمام؟ فقال لهم عند أول قدم أضعها في الجنة، عند أول قدم أضعها في الجنة، يعني الراحة لن تكون إلا في الجنة، ما دمت في هذه الدنيا سأتعب وسأتعلم، ما دمت في هذه الدنيا لن أتخلى عن حلمي، ما دمت في هذه الدنيا همتي عالية. وقالوا له يوما وقد رأوه وهو كبير في السن يذهب إلى حلقة من حلقات العلم، قالوا له إلى متى يا إمام؟ إلى متى هذا التعب؟ وإلى متى هذا العناء؟ فقال لهم مع المحبرة إلى المقبرة، والعبارة أمامكم على الشاشة، مع المحبرة إلى المقبرة، يعني أقلامي هذه معي حتى أدخل قبري، فهي التي ستنفعني. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ما رأيكم في هذه الهمم العالية؟ وما رأيكم في هؤلاء الناس؟ أحبائي، ما رأيكم؟ هل نحن نسير على خطاهم؟ هل فعلا نحن نطبق هذه الأفعال؟ هل فعلا نحن أصحاب همة عالية مثل هؤلاء؟ ولماذا لا؟ لماذا لا؟ لماذا لا نكون مثلهم؟ فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاح. لماذا لا نكون أمثال هؤلاء؟ ولماذا لا نتشبه بهم؟ ولماذا لا نسير على نهجهم؟ كان أبو مسلم الخولاني رحمه الله تعالى ورضي عنه يعلق شرطه في محرابه، يعني يضع خشبة أو عصا في محراب الصلاة، يعني في المكان الذي يصلي فيه في بيته، وكان يخوف به نفسه. إن شاء الله يا أخي سنطبقها بإذن الله، إن شاء الله سنقوي إيماننا في الحياة بإذن الله. كان أبو مسلم يعلق الصوت في المكان الذي يصلي فيه، وكان يخوف نفسه ويقول لها: قومي فوالله لأزحفن بك زحفا حتى يكون الكلل منك لا مني، قومي فوالله لأزحفن بك زحفا حتى يكون الكلل منك لا مني. فإذا تعب أخذ الصوت وضرب نفسه وقال لها: أنت أولى بالضرب من دابتي. يا الله، كيف كان هؤلاء؟ كيف كانوا يعيشون؟ فوق أي أرض وتحت أي سماء؟ كيف ولدوا وكيف جاءوا؟ هل هم أناس مختلفون عنا؟ لا والله،
لقد كانوا بشرا من مثلنا، جاءوا من تراب ومن طين، وولدوا كما ولدنا وعاشوا كما عشنا، ولكنهم علموا الغاية الكبرى فساروا في طريقها. كان أبو مسلم رحمه الله يقول: يظن أصحاب محمد، لا مشكلة أستاذ سفيان، مرحبا بك مرة أخرى. كان أبو مسلم دائما يقول: أيظن أصحاب محمد أن يستأثروا به دوننا؟ والله لنزاحمنهم عليه زحاما حتى يعلموا أنهم خلفوا وراءهم رجالا. والله أحسنتم، كانوا أصفياء السريرة واضح الرؤيا مستشرفين المستقبل. نعم أحسنتم. إذن كان يقول: والله هذه العبارة تستحق أن تكتب معا. أنا أقترح عليكم أن يكون مع كل واحد منكم نوتة صغيرة أو كراس صغير يضعه في جيبه، ويكتب عليه كراس النجاح، ويكتب فيه بعض المقولات التي تحفزه وبعض قصص هؤلاء، فإذا رأى من نفسه تقاعسا أو تقابلا فتح هذه الكراس ونظر فيها. هذه فكرة مجربة ولها مفعول كبير إن شاء الله عز وجل. يا باحثا، يا باحثا عن سر ما ترقى به الأمم، ومفتشا عما به يتحقق الحلم، السر في عزماتنا نحن الشباب، ولا تخبو العزائم عندما تعلو بها الهمم. نحن المشاعر في طريق المجد تسبقنا أنوارنا، ولوهجها تتقهقر الظلم. نحن النجوم نوامع والليل يعرفنا، والكون يعجب من تألقنا ويبتسم. في الروح إصرار، في الروح إصرار، وفي أعناقنا أمل، لا يعتري خطواتنا يأس ولا سأم. وإذا الحياة مصاعب فنقودها جلدا، وإذا الجبال طريقها فطموحنا القمم، وإذا الجبال طريقها فطموحنا القمم. نعم همتنا عالية، فنحن نطمح إلى القمة بإذن الله عز وجل. أحد الناس يسألني فيقول لي: ما هي فوائد علو الهمة؟ وإذا عدنا إلى وراء واحدة تسألنا: ما هي فوائد علو الهمة؟ أحبائي شاركوني، ما هي فوائد علو الهمة؟ ما هي الفوائد أو الأرباح التي أجنيها من علو همتي؟ تفوق. نعم بوركتم أحسنتم، تحياتي لك أستاذة فاطمة. التميز. نعم أحسنت، تحقيق هدفي في الحياة والآخرة، جميل رائع أحسنت. جرعة قوية من الأمل، لا نحري عند أول مشكلة، رائع أستاذ أكرم، كل هذا جميل، وكل هذا من فوائد علو الهمة، وأحييكم جميعا. التغلب على الفشل. نعم بوركتم، والله كلكم مبدعون، وكلكم ما شاء الله ستكونون أو أنتم فعلا ناجحون بإذن الله عز وجل. إذن فوائد علو الهمة، نعم فعلا يستحقون التحية، ولك أيضا التحية الأستاذة أم الرواء. إذن نستطيع أن نلخص فوائد علو الهمة في ستة. الفائدة الأولى إرضاء الله عز وجل، فالله يحب معالي الأمور ويحب الهمة العالية. الفائدة الثانية تحقيق أشياء قد يظنها بعض الناس محالا، يعني بهمتك العالية تستطيع أن تحقق أشياء كثيرة كثير من الناس كانوا يقولون عنها أنها محال، كثير من الناس كانوا يظنون أنه لا يستطيع أحد أن يصل إليها. كيف ذلك؟ بعلو همتك. إذا غامرت في شرف النوم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. إذا غامرت في شرف النوم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. أحبائي، قال سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه: وأريدكم أن تحفظوا هذه المقولة. هذه المقولة من لم يحفظها سيخسر كثيرا. قال سيدنا عمر: لا تصغرن همتك
فإني لم أرى أقعد للرجل من سقوط همته. لا تصغرن همتك فإني لم أرى أقعد للرجل من سقوط همته، يعني لا تجعل همتك صغيرة، فإن صغر الهمة وبلاءتها يقعد للرجل أو المرأة عن تحقيق طموحاته وأهدافه. لا تصغرن همتك فإني لم أرى أقعد للرجل من سقوط همته. أحبائي، لولا الهمة العالية لما فتح المسلمون بلاد الفرس والروم، لولا الهمة العالية لما تصدى سيف الدين قطز لهجوم التتار بعد سقوط العالم الإسلامي كله، لولا الهمة العالية لما فتح محمد الفاتح القسطنطينية، وقف محمد الفاتح وهو صغير، ما زال فتى صغيرا أمام القسطنطينية من بعيد، ثم قال لهذه المدينة: في يوم من الأيام سأفتحك، في يوم من الأيام سأفتحك أيتها المدينة. يا الله، ما أجمل تلك الهمة العالية: في يوم من الأيام سأفتحك أيتها المدينة. وفعلا مر الزمن وفتحها محمد الفاتح. لماذا؟ لأن همته كانت عالية. أشكرك أختنا الأستاذة أم الروحة. الأمر الثالث: الهمة العالية تسمو بصاحبها عن الدنايا. فصاحب الهمة العالية لا يرضى بالدون، ولا يرضى بأقل من القمة والمجد. ولسان حاله: بصرت بالراحة الكبرى فلم أرها تنال إلا على جسر من التعب. جاءت امرأة إلى عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فسألته عطاء، يعني طلبت منه أن يعطيها بعض المال، فأعطاها مالا كثيرا. فقالوا له: إنها لا تعرفك وكان يرضيها القليل. إنها لا تعرفك وكان يرضيها القليل، يعني أنت أعطاها كثيرا جدا، أنت أعطيتها كثيرا جدا، وكان يرضيها أن تعطيها درهما أو درهمين. فماذا قال لهم عبد الله بن جعفر بن أبي طالب؟ قال لهم: إن كان يرضيها القليل فأنا لا أرضى إلا بالكثير، وإن كانت لا تعرفني فأنا أعرف نفسي. ما رأيكم؟ إن كان يرضيها القليل فأنا لا أرضى إلا بالكثير، وإن كانت لا تعرفني فأنا أعرف نفسي. نعم والله، هؤلاء يستحقون التحية، هؤلاء فعلا، هؤلاء فعلا كانوا أصحاب همم عالية لا يرضون بالدنايا. في يوم من الأيام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا هريرة، قال النبي لأبي هريرة: يا أبا هريرة، ألا تسألني من هذه الغنائم التي، قال رسول الله لأبي هريرة: ألا تسألني من هذه الغنائم التي يسألني أصحابك؟ يعني هناك غنائم تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الحروب، فيأتي بعض الناس ويقولون لرسول الله: أعطنا منها يا رسول الله، فيعطيهم النبي. فقال النبي لأبي هريرة: ألا تسألني من هذه الغنائم؟ فقال أبو هريرة: يا رسول الله، أريد بعض المال، أريد أرضا، أريد جمالا أو طعاما أو شيئا. ماذا قال أبو هريرة للرسول؟ ماذا طلب أبو هريرة من الرسول؟ شاركوني أحبائي، ماذا طلب أبو هريرة من الرسول عندما قال له الرسول: ألا تسألني من هذه الغنائم التي يسألني أصحابك؟ لماذا أجاب أبو هريرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما شاء الله، جزاكم الله خيرا أخي علي، أخي الأستاذ علي، جزاك الله خيرا. كل صعب على الشباب يهون، هكذا همة الرجال تكون. نعم، ماذا قال أبو هريرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال له رسول الله: ألا تسألني من هذه الغنائم التي يسألني أصحابك؟ قال أبو هريرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أسألك أن تعلمني مما علمك الله. يا الله، والله عبارة تكتب بماء الذهب: أسألك أن تعلمني مما علمك الله.
أسألك أن تعلمني مما علمك الله. نعم أحسنت أستاذة فتحية، تحياتي لك، كلنا نحيي أستاذة فتحية يطلب زادا لا ينمو. هل تعلمون ماذا حدث لأبي هريرة بعدها؟ أبو هريرة بعدها لم ينس حرفا واحدا مما كان يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أي حرف قاله الرسول أمام أبي هريرة لم ينساه أبو هريرة أبدا. تعلمون لماذا؟ لأن همته هي التي أوصلته لذلك. في يوم من الأيام أرادوا اختبار أبي هريرة فقال له حدثنا عن رسول الله، فأخذ يحدثهم يوما كاملا وهم يكتبون. وفي اليوم الثاني جاءوا وقالوا له حدثنا عن رسول الله، فأخذ يحدثهم بما حدثهم به بالأمس بنفس الترتيب وبنفس الكلمات وبنفس الحروف، لم يسقط حرفا واحدا ولم يضع حرفا مكان حرف. يا الله، حديث يوم كامل لا ينساه ولا يبدل فيه حرفا مكان حرف. لماذا؟ لأن همته كانت عالية فوصلت به إلى القمة. وهكذا همة الواحد منا تصحبه إلى القمة، وهكذا همة الواحد منا تأخذ بيده إلى القمة. لا مشكلة أختنا الأستاذة مريم. وكذلك من فوائد الهمة العالية أنها تجعل صاحبها كثيرا أو أعتذر كبيرا في أعين الناس. الهمة العالية تجعل صاحبها كبيرا في أعين الناس، فالناس لا تحترم إلا أصحاب الهمم العالية. نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرة لن تتكرر، شخصيته شخصية متميزة، لهذا اصطفاها الله عز وجل. نعم وكذلك اختار الله أصحاب الرسول للرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك من فوائد الهمة العالية أحبائي أنها توفر كل دقيقة في حياة الإنسان. فصاحب الهمة العالية لا يضيع لحظة واحدة من عمره. نعم إنهم القدوة. صاحب الهمة العالية لا يفرط في ثانية واحدة من عمره. قال رجل يوما من الأشخاص الفارغين الذين يحبون الكلام الفارغ، قال يوما للحسن رضي الله عنه وأرضاه قف أكلمك، يعني وبارك فيكم، فقال له قف أكلمك، فقال الحسن للرجل أوقف الشمس، يعني إذا أردت أن تكلمني اجعل الشمس تقف حتى لا تضيع دقيقة واحدة من حياتي وفي حينها سأقف لأتكلم معك. قال رجل للحسن قف أكلمه، فقال له أوقف الشمس. نعم فصاحب الهمة العالية لا يضيع لحظة واحدة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، الصحة والفراغ. أحبائي لا تنسوا ملء الاستنارة التي رفعت رابطها أختنا الأستاذة أم الرواء. أشكرك الأستاذة فتحية. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. وكذلك علو الهمة سبب للنجاح الشخصي وسبب للارتقاء للشعوب والمجتمعات، فلو علت هممنا لارتقينا بمجتمعاتنا، ولو علت هممنا وطورنا بلادنا، ولو علت هممنا لصارت أمتنا أفضل بإذن الله عز وجل. يوم كان القدامى أصحاب همة عالية كان كل العالم يتعلم من المسلمين، كان كل العالم ينهل من معارف المسلمين، تعلموا الطب والفيزياء والرياضة والجبر وكل شيء تعلموه منا. لماذا؟ لأن أمتنا كانت على همة عالية، ونحن بإذن الله عز وجل سنعيد هذه الأمجاد، ونحن بإذن الله عز وجل سنرجع مجد أمة الإسلام، ونحن بإذن الله عز وجل سنعيد راية الإسلام خفاقة في كل مكان. وهنا يأتي سؤال مهم، هذا السؤال هو كيف أرتقي بهمتي؟ يعني ربما همتي ليست عالية، فما هي الوسائل أو الطرق التي أستخدمها للارتقاء بهمتي؟ شاركوني يا أحبائي بارك الله فيكم. كيف أرتقي بهمتي؟ العزيمة بارك الله فيكم، جميل العزيمة، نعم
وماذا كذلك التصميم بارك الله فيه، وماذا كذلك كيف ارتقي الإرادة، نعم تخطيط الجيد رفع التحدي رائع أول الأمر علم، نعم نعم أخي الأستاذ سفيان بارك الله فيه المهارة، نعم المرونة، نعم أحسنتم جميعا وبارك الله فيكم، كلكم متميزون وكلكم على درب النجاح تسيرون وكلكم للقمة صاعدون. الوسائل التي نرتقي بها للهمة أو الوسائل التي تكون سببا في ارتقاء همتنا، أول وسيلة هو أن نستعين بالله وأن ندعو الله أن يوفقنا. قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع، يعني يجلس الواحد منا يدعو الله يا رب قوي همتي، يا رب أعني، يا رب ساعدني، يا رب ساعدني، يا رب وفقني، يا رب نجحني، وهكذا يدعو الواحد منا ربه. الأمر الثاني ترك الطرف الزائد، يعني الطرف الزائد دائما هو سبب من أسباب الفشل. الطرف الزائد هو المبالغة في المباحات، المبالغة في الطعام، المبالغة في الشراب، المبالغة في الإنفاق، المبالغة في مظاهر الدنيا. لا نقول لك أن تحرم نفسك من هذه الأشياء ولكن لا تبالغ فيها، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. نعم أختنا الأستاذة مريم صحيح. إذا نترك الطرف الزائد ونتذكر قول الله وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إذا وسائل ارتقاء الهمة هي رقم واحد الاستعانة بالله وأن نطلب منه التوفيق وأن ندعوه. اثنين أن نترك الطرف الزائد. ثلاثة المجاهدة. قيل قديما إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، يعني كلما جاهد الإنسان في شيء سيصل، ومن سار على الدرب وصل، يعني من حاول ومن جاهد ومن أخذ يدرب نفسه على شيء سيصل في يوم من الأيام. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال الإمام عيسى ابن موسى مكثت 30 سنة، استمعوا معي إلى هذه القصة، قال مكثت 30 سنة أشتهي أن أشارك العامة في أكل هريسة السوق. يعني أخونا الإمام عيسى بن موسى، وهذا علم كبير من أعلام العلم، قال ظللت 30 سنة أشتهي أن آكل هريسة السوق مثل باقي الناس، إذا ما الذي يمنعه؟ قال فلا أقدر على ذلك لأجل البكور إلى سماع الحديث، يعني كنت أحرم نفسي من هذا لكي أذهب مبكرا إلى استماع الحديث أو إلى استماع إلى مجالس الحديث. إذا بالمجاهدة يستطيع الواحد منا أن يعلي من همته. أربعة لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، يعني عندك شيء لا تؤجله إلى الغد، فالتأجيل والتسويف ينزل بالهمة، وإذا عملت العمل في وقته ارتقت همته. خمسة ضع جدول أعمال يومية، يعني كل يوم تصبح فيه في الصباح تضع جدول أعمال لك وتقوم بتنفيذه واحدة واحدة، ثم تكافئ نفسك إذا قمت بإتمامه على أكمل وجه. رقم ستة صاحب أصحاب الهمم العالية، فلقد قال صلى الله عليه وسلم أشكرك أختنا الأستاذة زينب، قال صلى الله عليه وسلم إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، يعني هناك أناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، فإذا صاحبهم الإنسان ساعدوه. ولذلك قيل أنت في الناس تقاس بالذي اخترت خليلا، فاصحب الأخيار تعلو وتنل ذكرا جميلا. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى إذا بلغه عن شخص صلاح أو زهد أو قيام بحق واتباع للأمر سأل عنه وأحب أن يجري بينه وبينه معرفة، لماذا؟ لأنه سيساعده. وقيل من صاحب المصلين صلى ومن صاحب المولين ولا، فاختر أصدقائك، صاحب أصحاب الهمم العالية، صاحب أصحاب الهمم الرفيعة، واقرأ سير السابقين، اقرأ سيرة الإمام أحمد، اقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقرأ سيرة أصحاب رسول الله، اقرأ سيرة التابعين، اقرأ سيرة الناجحين. ومن أجمل الكتب في ذلك كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي،
وكتاب صفة الصفوة للإمام ابن الجوزي، وكتاب علو الهمة للشيخ محمد بن إسماعيل المقدم. إذن سور أعلام النبلاء وصفة الصفوة وعلو الهمة للشيخ محمد بن إسماعيل المقدم. الوسيلة السابعة من وسائل المهم أن يشغل النفس بما فيه منفعة له ولأسرته وللإنسانية. بارك الله فيك أستاذة فتحية، نعم أصبت وأحسنت وأبدعت. الوسيلة السابعة أن يبتعد عن الأشياء التي تحط من همته. ما هي الأشياء التي تحط من همة الواحد منا؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله عز وجل في لقائنا القادم. ما هي الأشياء التي تحط من همة الواحد منا؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله عز وجل في لقائنا القادم. الشكر لكم جميعا، أنتم الأجمل وحضوركم هو الأجمل، والله أشكركم إن شاء الله، أشكركم جميعا، تحياتي لكم، والله سعدت بهذه الدقائق البسيطة التي قضيتها معكم، ولولا أني أخشى أن أطيل عليكم لجلست معكم إلى الصباح. نختم مجلسنا فنقول نفع الله بي وبكم. نختم المجلس كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نختم المجلس كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أشكركم جميعا أحبائي على حسن تفاعلكم معي، ولقد استفدت كثيرا من جلوسي معكم، وتعلمت منكم الكثير والكثير، ورأيت فيكم أن أمة الإسلام ما زالت زاخرة بالمواهب وبالأشخاص